طلت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربتا فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعتا وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمتا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملتا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبستا إذا ما لم يفدك العلم خيرا.